بسم الله الرحمن الرحيم. من أكتر الحاجات الملحوظة جدا في الأفلام المصرية هي مشاهد الأفراح. مشاهد الأفراح في السينما المصرية موجودة في كل الأفلام تقريبا. شوف أي فيلم عربي لازم تلاقي فيه مشاهد أفراح، سواء كان الأبطال بيتجوزوا أو لأ. يعني لو الأبطال هيتجوزوا، مشهد الفرح ده هيقعد 5 دقايق من الفيلم اللي هو مدته ساعة ونص، تمام؟ لو الابطال مش هيتجوزوا، يبقى اصحابهم هيتجوزوا، قرايبهم هيتجوزوا، ولاد عمهم هيتجوزوا. المهم ان لازم يكون في مشهد افراح، لازم يكون في فرح في كل فيلم، عشان طبعا الرقاصة تيجي فيبقى في مشهد للرقاصة، وعشان المطرب يجي فيبقى في مشهد للمطرب، وعشان خاطر يبقى في اغنية للفيلم فيبقى ده ياكل عيش وده ياكل عيش وده ياكل عيش، والدنيا تبقى ايه، تمام. لكن عموما انت تحس ان ايه، تحس ان المخرجين بيحبوا القصه دي، يعني بيحبوا يبقى في مشهد فرح. يعني ما اعرفش، يعني هل هم مثلا بيعتبروا ان ده حاجه مبهجه، او انه مثلا ده نوع من انواع الفولكلور المصري اللي هم بيضيفوه، لكن هي حاجه اساسيه. ساعات بقى مشاهد الافراح دي بتبقى مملة جدا، لان المشهد بيطول جدا. يعني ممكن المشهد يوصل ل، في بعض الافلام، افلام المقاولات، مشهد الفرح بيوصل 15 دقيقة. يعني هو بيتخيل نفسه في فرح عادي بقى بجد، وان هو بيجيب لنا الفرح كله فعلا. يعني كمان لو رجعنا بالزمن لورا هنكتشف برضو ان في افلام الاربعينات كان فيها برضو لازم يكون في كل فيلم فيه مشهد فرح، بس بنسبة اقل. طيب هل التطور اللي حصل في تاريخ السينما والحاجات الجديدة اللي بتحصل أثرت؟ لا بالعكس، يعني هي بس مشاهد الأفراح في الأفلام الجديدة خدت شكلها الجديد، اللي هو إيه، اللي هو بقى فيها محمود الليثي وبوسي بدل ما كان فيها الرقاصة ومش عارف مين، وبرضه الرقاصة تبقى موجودة يعني. طيب في اعتقادي الشخصي إن مشهد الأفراح دوت، أو مشهد الفرح اللي لازم يكون في كل فيلم عربي، الهدف منه هو ان هو يطول بالفيلم. يعني ممكن مثلا واحد يكون عنده فيلم مثلا 100 دقيقة مثلا، عايز يبقى 120 دقيقة، فيقول لك ايه، نخش ندخل الفرح والمطرب يغني والرقصة ترقص، وبعدين بعد كده يجوا المعازيم ينقطوهم وتعمل بوليكا ويبقى حاجة لذيذة، وبعدين بعد كده ان ايه، نحطها مثلا كنوع من انواع وسائل الترويج والترفيه والحاجات دي. شكرا.